شويه نفيسه؟ نعم. لو كنت تشتغلي خياطه ده انت كنت تكسبي ذهب. اشتغل خياطه يا تيزا؟ ما فيهاش عيب يا بنتي. عيبها ايه يا بنتي؟ احنا اول الناس ولا اخرهم. وبدل ما تشتغلي حرمان خاطر يبقى خدي اجره. وانا اول جبوله. خدي خدي يا بنتي افتحي ايدك. لا لا معلش يا بنتي. لا قدامي لا والله لا افتحي ايدك. وانا حاجب لك زباين من كل حته. اصل الشغلانه دي تحب المعارف وانا معارف كتير قوي. خليكم بعافيه. لا بدري يا ست عزيز بدري من عمري. اصل ورايا زياره. الله يسلمك. وفيها ايه؟ تشتغلي بالاجرة احسن ولا ندور نشحت على الموبايل؟ خياط؟ اخت انا تشتغل خياطة؟ ده لا يمكن. اخرس انت. انت عارف من يوم ما مات ابوك احنا عايشين ازاي؟